يعني مساء الخير. اهلا وسهلا. تعال احضر معنا هالفيلم كتير بضحك. يلا بابا هلا بيجي. اعطنا مهندس يا القاي. اه لا بأس. حقا. يلا انا شوي ماما وراجعه. ايه خليك عم تحضر. شوف يا حبيبي. تعبان شوي. تعبان شوي؟ ايش ما بعرفك؟ وريت لا تخوفني. في مشكلة صارت عندي بالشغل. بس لا تشغلي بالك. تنحل. ايه بس اكيد ما انا عادية لحتى مأسرة فيك هيك. طوبة. أنا عم بعمل جهدي حتى مشاكل الشغل وظرف الشغل يضل برا البيت. فساعديني. ممكن. ممكن. حط لك أكل؟ لا أكلت. قولي لي شاي. لا بلا منبهات بآخر الليل. فواكه. شو صار بالموديل؟ الضحية كانت حامل بالشهر الثالث، وهذا الشيء باين من قياس حجم الرحم. وبعد الوفاة تم تجريف الرحم. نعم سيدي حامل، فيك تعتمد هاي المعلومة وتشوف لوين راح تقودك. وبكرة بالتقرير بتلاقي كل التفاصيل. لو سمحت عندي ظرف خاص. طيب العينات لساتها موجودة معك ولا لا؟ للأسف تخلصت منها. بعدين لو كانت العينات موجودة مو هي المهمة. المهم العين يلي عم بتشوف. مو على أساس أكل بالشغل؟ لا لا هي أكلت بس فركت علي معدتي شوي. ومن امتى بتاكل لبنه؟ من هلا. من اليوم حابب اجربها. حبيبي شوفي. هي أول مرة بحس إنه صاير معك شيء وأول مرة ما بتحكي لي. بتعرفي حابب احكي بس ما عارفه انا شو بدي احكي. جرب بلش من وين ما بدك. انا رح اسمعك للصبح. ماشي. بس انا هلا جوعان صار لي بالصبح ما اكل. طيب على بين ما قمت وحطيت ميرا بالتخت رح اعمل لك عشا غير شكل. عرفتي شو؟ اللبنة مو طيبة.
فقد قرر وضع السمادي على الأرض. شوي 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 شوي. أما الفلاح فقد قر... ماما الفلاح علي شدة، علي شدة، كم مرة بدي أقول لك؟ هي 10 مرة ميرا. الفلاح علي شدة، بلا شدة بتصير هيك. الفلاح الفلاح ما يعني الفلاح علي شدة. أنت ليش طقيت علي؟ لأنك ما عم تركزي. بدي بابا، بدي بابا، بدي بابا ينقلني، ما بدي إياك. ها؟ بلا شو؟ مو ليفطلنا ابوكي بالاول، هو على الغدا ما عم يجي. ميرا طوبى،
نفيق بنتك وخليها تكتب الإملاء قبل ما تروح المدرسة، لأنه مبارحة ما ضل طريقة لحفظها فيهم الشدات اللي وجربتها ما حفظتهم. كتبتيها؟ حطي نقطة آخر السطر. يلا هاتي لشوف. انت باخد روي شوي روي. صباح الخير. صباح النور. شو حافظتها؟ ايه انا حافظتها، بس انت بتوتريني ما بتخليني اعرف اكتبها، ما بعرف شو في عالصامت، ما بيحكي ولا كلمة. بالله شو عدى شي غلط؟ لا لا صح. شفتي؟ شفت. رح فوت اعمل لك سندويشاتك. لا لا متعي نسياني هون الشدة علام، ما بدي اقول لامك انا. بعرف. ايه منيح. لا تنسيها بالاملاء. اكيد. يلا روحي جهزي حالك. يلا. لك يلا. لك لا تدفش. غير حدا لما تكون جنبه، يمكن لأنه وشي بوشها كل النهار صارت عم تمل. لا تحكي هيك، واحد بيشد واحد بيرخي. شو بدك تفطري؟ فهم من هالحكي إنه بدك تعمل لي فطور؟ يعني إذا بيجي من قلبك. أكيد لا، بدي فتة بزيت وفول بلبن ومسبحة بيروتية ومتبل للعشاء. طيب أمرك، راح أوصل ميرا على دكار وجيبن ويجي. لا لا، شو صاير بالدنيا؟ بالدنيا مو صاير شيء، بس أنا مالل وتعبان وحابب كون برات التغطية وكون معك وبس. يلا ما بتأخر.